ما في هون تلميع يعطينا شغلة. هناك لازم نروح. ها انت المربع معك مخفية، اصبر شوي، امر على اليمين هون. تمام، تعال. اختار مكان تروح عليه، يا يمين يا شمال، يا يمين يمين، اختار مكان. مدس والله يلعن اختبرك. لك ليه نطت معي؟ نطع غير اتجاه. انا نطيت، وقع كل شيء وقع. ايوه فهمنا شيء. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائنا؟ رجعنا في فيديو جديد وحلقة جديدة عن فورتنايت، مابات فورتنايت. بهذا الفيديو راح نصور ماب لاجاسيتي بابيل المبدع عزت، وشفنا التفاعل العالي الكتير الكبير اللي جاي منكم على ماب كونان، فلذلك قررنا كمان نصور لاجاسيتي بابيل طبعا مع صديقي وعزيزي وحبيب قلبي اللي دائما بتشوفوا معي بالبسوس بكل مكان، قصي حبيب قلبنا. طبعا اللي بيحب يشترك بقناته تحت صندوق الوصف تقدر تروح تشترك فيه، اشتركوا فيه، خلينا نوصل ل 400 مشترك بسرعه، اشتركوا. المهم اهلا وسهلا فيكم. هلا خلينا نبلش بالماب، بس خلينا نسمع قصي ايش بده يوجه لكم كلمه. ايش تحب تحكي يا قصي بيك؟ يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله الفيديو يعجبكم، واشتركوا بالقناه. بس خلينا نبلش، وان شاء الله ما ياخذ معنا وقت كثير. ان شاء الله، لانه حيعذبنا كثير بالاديت، انا ذاك تعذبت. اهلا بك، تم تصميم هذا الماب بناء على طلب من البروفيسور. الله، سوف تتلقى 10 اختبارات مختلفة لقياسات مهاراتك في عدة جوانب. حلو، اهم شيء ما فيها باركور. اذا استطعت اجتياز جميع الاختبارات فستكون مؤهل في مشاركة عملية البس. اذا استطعت اجتياز جميع الاختبارات فستكون مؤهل للمشاركة في عملية البروفيسور القادمة. والله لا تصير حرامي معترف يا قصي. اقراها انت. مسموح لك باستخدام 5 تلميحات، إذا استخدمت 6 تلميحات سيتم استبعادك من الاختبار فورا. أيوه شكله بعدين سوى إنه مسموح نستخدم أكثر من من شو اسمه. يلا نعمل ردي بدل الاختبار. الله 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 تم 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 تم. المهم قم بأداء الباركور لكن احذر من الخلف، فخ فوق. جد بس هيك عم بيقلب بهالبساطة؟ احذر من الفخ. ما اتوقع هذا كذاب هيك بالبساطة يقلي روح مباشر الطريق واحذر من الفخ. ماله بالعادة يسويها ولا ما بات سواها؟ تعال 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 ناكل مشروم. تعال تعال كل ايه مش كده، واحد فينا لازم ياكل. تعال كسر هذول، كسر. لا ما بتكسر. انا نفدت، اعطاني 50 دمج بس. ده؟ ها؟ شو قد هي لك انت؟ انا سمعي هي ال 50، شو قد هي لك؟ 115. اكلت فطر و يلا. ما دمجك؟ ما موتك؟ 65 صار كثير. اسرع طريقة تخلص من الكاميرا. ايوه تم كشف. انت اللي بكتشفك انت او بكتشفني انا اخسر واحد يروح. يعني انت متت لما اكتشفني، يعني لسه ورا البطيخ شلون شافني؟ طب اصبر شوي، تطلعش انا بتحرك، انت بتتحرك بنموت الاثنين. جرب موت. انت توني شافك يا معلم. طب بتحرك انت. بنموت الاثنين. الكاميرا شافتك قبل شوي، شافتك الكاميرا ولك؟ انا ما شافتني حبيبي. هو هون في عندك بطارية، انت لازم تطفي هاي نكسرها حبيبي. هاي الكاميرا تشتغل على الكهرباء، فلازم نحن نكسر الكهرباء. بالضبط، بس كيف؟ يا اما نكسر هذيك كل في شيء، وحدة من هدول اثنين. حاول كسر اللي عندك بلكي تكسر معك. ضربها بلكي تكسر. ما تكسرت، ما تتكسر. طب استنى شوي، رح احاول اكسر هذيك انا. يلا روح. نعم شافتك، خلص. طب ما تعطي الكاميرا، كسرتها. نايس، بس ما طفيت الكاميرا. كيف طفيتها؟ خلاص طفيت. تمام، هون ايش في عنا؟ حلو، هاي الكمبيوتر ولا البروسيسور مجموعة تعد. كاتب اشي؟ شلون؟ اوكي، في اشيين هون وهون. لا لا نطلع لهون. هو كيف؟ يا الله
يلا الكمبيوتر ما فيه شيء. شلون؟ الكمبيوتر ما فيه شيء هون. طيب هون لازم نطلع هون. طلع. اوه نايس لقيت. تعال خلص هاي. اي شلونك تركبها؟ بنط وبركب. يلا يلا. يلا لازم اطلع فوق. اول ما طلع اشي بتنكسر. ما خايفين تكون بس لواحد الماب. ركبت. طلع المشكلة شلون بتطوبك؟ طوبك خلينا نشوف شلون الطريق. من هون يلا. الله اكبر. 2000 years later. ايوه الشعب العظيم. روح روح على التنويه لنشوف ايش هو اللغز العظيم اللي حاطه بهاللعبه. هناك زر مخفي في الزاويه لدفع الكره، لكن في البدايه عليك رفع القاعده من الزر الموجود فوق باب هذه المرحله. هنا قاعده. وين في زر؟ وينه؟ ماني جاي. تعال تعال لازم اول شيء عم بيقول لك لازم ترفع بالاول. رفعته؟ ايه وينه؟ فتحته تعال كسرها من عندك. طب اسحب الحبله؟ بس واحد بيطلع. احسن. لا بجد؟ تعال هاي سيارة هون. فتحت. كيف؟ يلا روح. طلع السيارة بحلا. نط. عندي لك اوكي. تفعيل؟ تعال انت بس تصير ايش. تعال. ارجع على نشوف ايش في كمان. هي مهمة جديدة يا معلم، روح جيب كرة جيب كرة جيب كرة. مثل بدنا نجيب كرة تنقدر نطلع من هنيك معلم. لأن بالسيارة مستحيل. عمل كرة راح بطلت تجي. هاي يا ليل. هيك رح نضطر نستخدم تلميح ثاني. تعال لا تعال مش في الكرة تعال السيارة. وقف السيارة وقف هون. اس 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 فوق هاي. في شي بنطلتك هيا هاي نطلعت. يا تعال. ايزي. هاي كلها لسه أربعة معلم هاي كلها أربعة. يعني التلميح لو استخدمناه كان نفس الشيء. الله. اطلع الدرج اطلع الدرج. هذا تعال تعال في هون زر في هون زر في هون زر. في امبولس فوق. كرة جديدة. في امبولس. امبوست ايش يعني؟ هذول طيروا. ليش في كرات عم بيقول في كرة؟ في كرة هون. اول شيء شوف شو ورانا. حط يا حبيبي تعال خذت اسمه بونصر. وين نحطه؟ هون. لا تعال تعال هون شوف البونصر لازم حطه هون. يا الله وين؟ هون مين؟ رو اطلع شوف في بونصر فوق. هلا المصيبة نحن عم نحاول نطلع من هون، هي غلط اتوقع، لازم نطلع نحن من هون. طلعنا هيك هيك غلط كمان. طلعنا من هون كمان غلط، معناته نحن لازم نطلع من هون هيك تنقدر نوصل. وحتى هيك، لا هيك صح مضبوط، طول بالك، المشكلة كمان بسوي ريسبون بطيء. شوف شوف بدنا نطلع من هون، شوف بدك تطلع من هون هيك تنزل هيك هيك. هي حركت خلص عرفت كيف. شلون؟ ربيت الانبوت عليها. يا عصيت. كمان. لازم ننزلها من هون. مزبوط بس اذا نزلت هون شلون تحصى؟ حط كرة جديدة حط. البونصر عبروه من عندك لعنده؟ ايوه. طلعت. ايه. يا ايش دخلها؟ بدنا نجيبها لهون، حطينا البونصر محقوع صح؟ خذه تا 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 تا. هي هون لازم ندخلها، روح لا 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 عشان الكرة. ايوه.
فتح. جي جي. زكي زكي. والله فتح. زكي مين والناس نايمين. هون في عنا زر طول بالك. فيهم كازية كمان. كهرباء. ايش كاتب هون؟ في ورانا استنى تفعل ايش تفعل؟ انا كنت جنب بعض مفعل. عشان بلاش يحبس ما بسوي شيء. احنا لاعب واحد يلا تعال تعال. اثر على طريقة. قلت لك خليك معي. انت وين رحت؟ عبين لي اثر على طريقة للتخلص منه وين انت؟ اه. ايني كنت بتفعيل. يا كلب روح انا. اه انا بخلك راح اخليه يقرب علي وانا انزل وانت وينتحر فهمت شنو؟ قربوا لهون جيبوا لهون جيبوا لهون دخلوا لهون. تعال تعال يا دب لك توقف هون على العمود عشان ما يقدر يجيبك. دخول يا مجنون. خلصنا منه؟ قتلني ما خلصنا منه. وقف على الحرف ما دخل لجوا. انت لازم بس تصل عليها تنط على الطرف الثاني بس لحقاك. ايوه هيك تعال من حقك قاعد تمام. ايوه فعل ايوه خلصنا منه. تعال فعل هي ايزي كثير. نشان احنا ما يعرف نحن نلعب طول الزومبي. الله معلمنا نجيب شيء من ورا اكيد طول بالك. مستحيل لا ما في هون شيء خالص. هاي فصلت وما في تقدر تجيب شيء. ما في هون تلميع يعطينا شغله. هناك لازم نروح. ها انت المربع معك مخفيه. اصبر شوي انا بروح على اليمين هون. تمام تعال اختار 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 مكان تروح عليه. يا يمين يا شمال يا يمين يا يمين. اختار مكان مدس. والله لعنة خطر مركبة. لك ليه نطت معي؟ نطع غير اتجاه. انا نطيت وقع كل شيء وقع. ايوة فهمنا شيء. طيب هلا. روح على اليمين. على اليمين. طب بلكي يمين بدل ما ورا بيمين. بده ايانا نلف الدنيا. لك مو هيك. لك تروح بشكل ورا بسيوي اساسا. صار الاتجاه. شوف هنيك اللي بدنا ندخل منه. والله جوز غلط. تعال من هالطرف تعال هالطرف تعال خلينا نجرب هون. طب عندي اقتراح. انت انا وياك ننط سوا اذا في مكعب عشان يبين عليك وانا يبين عليك عشان ما نضل هيك نموت تنسوا. تمام تعال شوف انت نط هون انا راح نط هون. 1 2 3 جبنا طلع شلون؟ علي جبنا وراي مو؟ احسن من الباركور يا زلمه. ايه كل الاتجاهات جربنا ما ضل ولا اتجاه. يا الله ارجع هون 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 بالورب لورا. ارجع لهون هون هون ما في هون مقابلك. هيك ارجع لعندي باتجاهي هيك شو انت جاي باتجاه. ايوه كمان ما في. طيب خليني اجرب لك اشوف. معناته على ما بناء على ما تقدم هلا هون جربنا كل الاتجاهات جربنا فراح اجرب بس من ورا مستحيل. يا الله مسافة مكعبين ومن هون مسافة مكعب كامل مستحيل توصل. طيب اسمع بلكي كانت بوركور بدنا ننط على المكعب المقابلنا. وما انا هذا بسوي قاعد جرب. ها شفت لقتنا هون تعال اسمك. انا ما بعرف اسوي باركور. طيب تمام ضل عندك المكعب الاخير. على اخر واحدة نط. اخر لحظة نط. طول بالك. A few moments later. يلا اوف واخيرا. اوف ايوه مش تغلط هسه. عرفت شلون نط. واخيرا. جيجي. لحد بتوع 2000 كثير ليتر. تحكي تحتاج صفقة هاي النطة. أنا شوبت ثواني شوي أفتح الشباك. الهوا أهون يا شيخ. يا الله. أيوه. أنا عندي شغل على الهوا. أوه. هلا أنت متأكد بدنا نكمل بالهوا يا روحي؟ في طريق فوق.
في طريق صح؟ اوف وصلت. واو ياي لا يلا يلا بستنى نكون ثاني ولا يلا يا معرق طولت تسعة ضل مرحلة ايش هو هذا؟ انا عمرها ايش غير تلميح الناس تلميح تا في هون الحيط تقدر تمشي عليه تا تقدر الحيط تمشي عليه دقيقة عمور لقطنا سريع دمرنا له ام الماب تا وراي تا جاي عقدني بديك يا زلمة في شي هون دانيك بس طول بالك فين ايش هو صح اطلع الدرج شوف فين ازالة ازالت واجهة انت هيك شو ازالت شو عملت ازالة لفوق فهمت هيك طول بالك هي بدها اثنين يلعبوا فيها شيل عمل ازالة يلا روح وقف واحد اثنين عملت ازالة روح نط طول بالك ارجع استنى يلا واحد روح نط رجعت بسرعة ايوه طول واحد طول بالك في هون شيء ثاني تعال طول بالك سيبك من الازالة واطلع الدرج سيبك من الازالة واطلع الدرج كرة جديدة ايش هي كرة جديدة طلع هون نشوفني في كرة بس ايش نسوي فيها روم نون لك روم نون تتكسر ليش انت كسرتها بالغلط كلب لا يا كلب كسرتها يا كلب نصيبي دواها فينا بطلع بس لا تاخذ الرسمون مدد روح بس ما يكون موتك انت كمان بس اهم شيء ما تاخذ الرسبون اوكي انا رسبون ليش؟ ايه حبيبي في هون لغز الباب هذا هو لازم نطلع من هون من الباب في شيء لازم تتسويه طول بالك الكرة أعمل لازم اعمل ازالة اصبر شوي لا روحي مو هيك في شيء ثاني لازم نعمله طول بالك هي لحالها تكسرت طول بالك في شيء ثاني لازم نعمله شلون كنا بدنا نطلع لفوق نسيت من هون طول بالك اي ناو ايوه اذا سوينا من هون نزلناه هيك بسرعه يا بترجع بترجع بسرعه طول بالك يلا روح ارجع طلعت الكرة دخلت فتح الباب فتح بعد انت بس عملنا ازالة لحالة تتكسر يا معلم هاي باركور بس بدك تضلك تروح يمين وشمال ايه احسن من هذيك نط 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 لا تقرش تنط بدك تزحلق بس يعني انا بدي اروح على اليمين ما لحقت ايه تقدر تنط الاولى انزل من تحت الثانية نط نطيت ووصلت احسنت صنعا لقد نجحت بالاختبار انت مستعد الان وقبلت البروفيسور اشوف البروفيسور دقيقة لا والله نزلت فكرت حر اروح الرسبون شلون ليش ما مفكر دي تعال عم بستناك هشوف البروفيسور انا قبل ما انت تجي بلكي يعطيني شيء 4 5 ملايين دولار هذا بزمانه كان عنده المطبعه المصاري كلها انا ما حضرت الفيلم صراحه والله الفيلم خرافي معلم واحد نص عمرك ياي احسن كنت بتجهز اختبار النجاح انت مستعد الان لمقابلة البروفيسور والله لا تنزل والله راح اطلع الكيبورد انت ما يكون شايفين شو عم اطلع
وينك سيلفستر؟ حبيبي وصلت، انا وصلت. البروفيسور تون عجبا لم اتوقع بلوغك هذا الحد من الذكاء. البروفيسور بارك هون ينتظرني، بارك على الكرسي، تعال شوفه. انا بارك معه. عجل تعال شوفه، تعال شوفه، هو بيشبهه كثير. هو ما يشبهني بس يعني يلبس نظارة مثل نظارتي. على فكرة الإسبانية كتير قريبة من العربية. ها امبارح كنت عم بقرأ كتاب اسمه غرناطة. يلا مو انت، انا راح راح ما استناك، قال ما بستنى المنو، بس استنى المعرقين. صار شخص بده يصور لي هذا المعبد، اقترح عليك دعم بوضع الكود الزفه واستاه. بلاك عن جد انت شفته؟ لا. شوف صراحة هذا الماب بعطيه انا 8 من 10. اليوتيوبر لاعبين الماب سابقا، مابات سابقا. طول بالك، اليوتيوبر لعبوا له الماب سابقا مين؟ نطلع اسمع هذا. محمد نور، حمودي جيمر، الريلي جيم، اوسمز. اوسمز اكثر شيء بيلعب له مابات. ايام ريان وعزود دو كس. تسجيل اغنية مجددا. المرة الجاية عهد الاصدقاء. انا جاي بلعب قضاء سبيستون، عهد الاصدقاء، منطقة العباقرة. والله منطقة العباقرة لازم ناخذها صورة. ها استنى استنى، خلينا ناخذ هدول منطقة، هدول ثلاث مناطق لهم فورس. تمام صورتهم. لغز العيد ومنطقة العباقرة والتفكير العميق. وبكل هون وصلنا نهاية الفيديو. شكرا لكم وشكرا لحسن المتابعة، وان شاء الله نال اعجابكم. بالفيديو الجاي ما رح ننزل عنه، اعطونا رايكم انتم على هذا الاصدقاء ولا المبات اللي شفتوها كلياتها. طبعا معنا صديقنا قصي، اذا تحبوا تشوفوا الفيديو من وجهة قصي شلون كان عم يلعب وشلون كان عم يعمل، ممكن تنزلوا تحت بصندوق الوصف، تروحوا على قناته او على الفيديو تبعه، رح احط لكم الرابط الفيديو تبعه باول تعليق مثبت، تنقروا عليه وبتروحوا مباشر على قناته ان شاء الله ينال اعجابكم كمان. وبس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.